ان دايما حياتنا في اعياد وحياتنا في خير. النهارده احتفاليه حزب المستقبل الوطن بثوره 30 يونيو احتفاليه شعبيه، بنحتفل بالثوره ولا شيء اخر. احنا كلنا النهارده مع بعض، مفيش هدف اخر سوى ان احنا بنفكر بعض، ان احنا قدرنا نقف مع بعض كشعب وطني واحد متلاحم يقدر ان هو يواجه الظلم في اي مكان في اي حته، وبنفكر بعض ان احنا قادرين ان احنا فعلا ناخد البلد دي للامام. بنفكر بعض برضو ان احنا عندنا دواء مر بنشربه بسبب تراكم سنوات عديدة من الظلم والفساد الإداري وإلى آخره. علينا إن احنا كشعب مصري نتحمله سويا ونقف جنب بعض فعلا عشان خاطر نعدي من المحنة اللي احنا فيها. الكلام ده ينطبق على القرارات الاقتصادية اللي لازم تتاخد، ينطبق على القرارات الاجتماعية اللي احنا بتاخدها الحكومة النهاردة. في شوية حاجات فيها توفيق وعدم توفيق، لكن في الإجمالي لازم نقدر نحاول ان احنا نحاول نطلع البلد لقدام. آخر قرار اقتصادي اتاخد من امبارح كان القرار الخاص برفع بعض او جزء من الدعم عن المحروقات. يمكن حزب الوطن قال ان هو بيقول للحكومة، احنا طالبنا الحكومة ان هي تبقى عندها آلية واضحة وصريحة لمواجهة استغلال وجشع التجار في مختلف المجالات. الرقابة الفعالة هي الحل الوحيد اللي تقدر بيه البلد ان هي تواجه جشع التجار في مجال الاستغلال اللي للأسف بيحصل في كل الأماكن. فاحنا كحزب قلنا للحكومة يا جماعة استغلونا، استغلوا الأحزاب، استغلوا الجمعيات، استغلوا كل المنظمات اللي ممكن تستغلوها من منظمات المجتمع المدني علشان نقدر نواجه الشارع بنوع التحكم والكنترول على الاسعار اللي ممكن تتغير بشكل كبير جدا بسبب للاسف الاستغلال اللي احنا بنحاول نعمله على بعض، استغلال الازمات اللي احنا بنحاول نعمله على بعض. يا جماعه احنا فعلا بنستغل بعض، مش بنستغل اي حد تاني، ولما انا النهارده استغل حضرتك، حضرتك هتستغلي ده بكره وفي الاخر هترجع عليا انا. لازم نحاول ان احنا نبقى جنب بعض، وطن واحد نعدي بيه الازمه. فمره ثانيه الحزب بيعرض خدماته الشبابيه والجماهيريه والاخره علشان نقدر نطبق نظام رقابي فعال واكيد وواضح في الشارع لضبط الاسواق.